عبد الله، أهلا بك معنا. نرصد معك آخر التحديثات الميدانية وانعكاساتها الإنسانية. أهلا بكم. حتى هذه اللحظة لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية على وسط مدينة خان يونس. أصوات القصف المدفعي والقصف والغارات الجوية وإطلاق النار لا زالت مستمرة، وإن كانت حاليا بوتيرة متقطعة عن الساعة الماضية، لكن لا زالت حتى هذه اللحظة الأوضاع متوترة في تلك المنطقة بشكل كبير، خاصة في وسط مدينة خان يونس والمنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في وسط القطاع تعيش المنطقة الوسطى من قطاع غزة حالة من الهدوء الحذر. تراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى أكثر مسافة شرقا، تحديدا إلى الشرق من المغازي والشرق من البريج وشرق مخيم النصيرات، وهذه مناطق كانت تتواجد فيها الآليات على مدار الأيام الماضية. تراجعت إلى المناطق الشرقية في وسط القطاع، وكذلك الحال في المنطقة الشمالية ومدينة غزة لازالت تتعرض لعمليات إطلاق للنيران وعمليات استهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية من حين لآخر لمنازل المواطنين. بلا شك هذه الاعتداءات هي تسببت بحالة انعكاس إنساني كبير جدا على الصعيدين الطبي والإنساني. نحن نتحدث عن تراجع كبير في القطاع الطبي والانعكاسات كبيرة، ولا زالت تداعيات هذه الانعكاسات تزداد تعقيدا وزادت بشكل كبير في الأيام الماضية نتيجة أمرين. الأمر الأول هو عدم تمكن القطاع الطبي من النهوض مجددا نتيجة المعوقات الكبيرة التي لا زال يضعها الاحتلال الإسرائيلي على عمل هذا القطاع، والأمر الآخر هو التزايد الكبير في أعداد الجرحى والشهداء في الأيام الماضية نتيجة كثافة الاعتداءات. كلها ألقت بظلال سلبية كبيرة على واقع المنظومة الطبية. والتحدي الجديد الذي يضيف إليها مؤخرا هو الأطفال الذين أصيبوا بأمراض مختلفة. نحن نتحدث عن قرابة 600,000 طفل أصيبوا بأمراض إما جلدية أو حتى أمراض فيروسية، ونحن في فصل الشتاء وهذه أرقام مرشحة للارتفاع، وما تم تسجيلها في داخل مراكز القطاع الصحي في داخل غزة.